السلام عليكم ومرحبا بكم في تتمة المشهد العام ديال العطلة ديالي اللي كنت دوزتها في إفران واللي دامت حوالي 4 أيام إذا تذكرتوا في الفلوغ 47 كنا دوينا على المدينة والأجواء ديالها الساحرة خلال شهر يناير 2021 وفي هذا الفلوغ غادي نتحدث على الأنشطة وشنو زرنا في النواحي والتي لا تقل جمالا على المدينة. ولكن قبل ما نبداو سرد التفاصيل نخليكم مع هذا الخبر العاجل ونعود بعد ذلك. فوالا دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم اللحظة اللي كتمثل بداية ديال انفجار ديال التألق ديال أي يوتيوبر. يلاه نبدا دونك اللحظة اللي كيوصلك كود ديال ادسنس كما كتشوفوا. فوالا دونك بخي اون دوموند ديال ان موا و تقريبا كيلكو جور باش وصلني ومن بعد انشاء القناه بحوالي واحد العام و 4 شهور دونك اخيرا غادي نكتشف هذا الكود. اذا راه كاين الظهر ديال لاباج دونك هذا هو الكود اللي فاش غادي ندخلو غادي يولي ليا الكونت ديالي و من بعد جو بو جينيري دي غان ديال جوجل ادسنس دونك يلا نرجعو للفيديو ديالنا. المناظر اللي غادي تشوفوا فهي ملتقطه بالعدسه ديال الكاميرا ديالي وغنشارك معكم الجماليه ديال الطريق والطبيعه. نتمنى انني ما غاديش نكون ثقيل على قلبكم ودابا ندوزوا بسرعه للتفاصيل. صباح اليوم الثاني بإفران كنت حير باش غادي نبدا، واش الاستمتاع باجواء المدينه الساحره او التنقل النواحي قبل ما يجي الويكاند وتولي المهمه اصعب. ولكن بلاتي نسيت اننا ما تقدينا والو من المواد الاساسيه من اجل الطهي، بما ان مدينه إفران ما فيهاش بزاف ديال الخيارات غير الدجاج المشوي والمسمن، ولهذا كان من الواضح انني خصني نبدا بهذه البلاصه. الو هذا هو المارشي، مارشي كما كتعرفوه كما موالف كيبان عندك الزرق دائما ماركه مسجله. دونك غادي نحاولوا نديرو فوالا ها هو كيبان كما كتشوفوا. انا بالنسبه ليا بعدا منظر غير مألوف، ما عمرني ما جيت انا لإفران ولقيت هاد القنت هذا داير بحال هكا كما كتشوفوا. هنا نورمال هنا نورمال مورا باركينغ كاين، المهم منظر بهيج. ايوا الحمد لله واحد الصداع تنينا منه، دابا ممكن اننا نمشيو فين ما بغينا. بلاتي واش هاد الشيء ولا على مشاريف مدينه إفران؟ في اتجاه مدينه ازرو ممكن انكم تدوزوا ساعات غير باش تاملوا المساحات الشاسعه المكسوه بالثلوج، وهذا الشيء هو اللي كيأثر قلوب الالاف من الزوار اللي كيجيو لهاد المنطقه. غادي نخليو مدينة أزرو جانبا وغادي ندخلو في النطاق ديال المنتزه الوطني لإفران اللي كيمتد على مساحة حوالي 500 كيلومتر مربع، كيتميز بمناطق رطبة وبحيرات متنوعة اللي كتحتوي على تشكيلة من الطيور النادرة وغطاء نباتي جد متنوع، ومن أشجارو البلوط الأخضر العرعار الجبلي الصنوبر وخصوصا أرض الأطلس. إدارة المنتزه وضعت برنامج تحسيسي مكافحة خطر انقراض بعض الحيوانات مثل قرادات المكاك البربري باش ما يلقاوش نفس مصير اسد الاطلس، وكذلك انخراط الساكنة والزوار في المساعدة في الحفاظ على بيئة المنتزه وتنوعه الايكولوجي. قرادات المكاك البربري اشهر انواع القرادة بدون ذيل والمتواجدة فقط بالمغرب والجزائر، من بعد ما كان عددها 15000 في التسعينات انخفض الى ما دون 4000 حاليا، وهذا كيرجع لعديد من الاسباب منها بالدرجه الاولى للتجار وتهريبها لاوروبا او استعمالها كوسائل تسليه في الحلاقي والساحات بحال الهزيم بنكناس وجمل فنا بمراكش. على الرغم من منظرها البريء وتجاوبها مع الزوار المرجو الحذر كل حذر من رده فعل هذه القرده، فالتعليمات واضحه للزوار وجوب ترك مسافة الأمان بيننا وبينهم والابتعاد عن الاستفزازات،
واللي وقع لهذا المروض اللي الجلدة ديال راسو طارت كتأكد الكلام ديالي. من اجمل التجارب اللي ممكن تعيشهم هنايا في هذه المنطقه اللي محيطه بازرو هو هذا التواجد ديال هادو كما كتشوفوا مسالمين هاك. في الطريق نحو جبل هبري عبر الطريق المؤدي لتمحضيت غادي نتوقفوا على الطريق من اجل الاستمتاع ببعض الالعاب الثلجيه، وفاش عرفنا ان محطه هبري وميشلي في المزاني مسدودين قررنا نبقاو غير هنا، ولاول مره غادي نستقل هذا الموتور ديال الثلج 8300 درهم لربع ساعه، ولكن اللي بغى يدور دويره خفيفه 100 درهم راه قادر يلقى. هنا جوله اخرى من الجوله ديالنا في يفرد النواحي مع هذا الجو الرائع، هذا الجو الثلجي الحمد لله. هذا هو العواصف كما كتشوفوا السمك ديال الثلوج، فهو يعني ما يمكنش نطلبوا اكثر من هذا الشيء. شوفوا معي الطبيعه، الناس فرحانه، ولكن كما سبق لي وقلت غدا وبعدو يعني غادي يكون البلان. الحمد لله اخترنا اننا نصدقوا هذا الشيء من دابا، ولكن اليومين المقبلين غنبقاو غير في إفران. وبما ان هناك احتلال البيئه ديالها من طرف الزوار والرعاة، فقد اصبحت هذه القرده كتنقل على جنبات الطريق طمعا في الغداء اللي كيمدوا لهم الزوار، الموز والفول السوداني، ايوا التناول البلوط والنباتات وبعض الحشرات اعتمادا على انفسهم. النمط الغذائي تغير والصحه ديالهم تدهورت، دون الحديث عن شرب الماء واللي الزوار ما كيفكروش بتوفيره في سبيل التقاط الصور والتسلية. والسؤال اللي كيطرح نفسه، هل سيأتي يوم لن يستطيع فيه زوار المنتزه الوطني الإفران مد الموز والفول السوداني لهذه القردة والتي دأبت على إدخال السرور على قلوبهم وحركتها وتجاوبها مع مطالبهم؟ فوالا، مع السد العشية كيكون فغيمون البرد قارص، إلا شفتو يدي أيا عرفت أش كيبان مشقة. المنظر رائع، المناظر كاع كاملين رائعة، فا ما ندمناش اللي خدينا هاد القرار الصعب باش نجيو لهاد إفران في هاد عفوا إفران ولا ريجيون في هاد الجو القارص، هاد البرد القارص اللي هي خط مورايا أزرو. مدينة أزرو بالأمازيغية الجرف أو الحجرة تقع على بعد 20 كيلومتر من مدينة إفران، وذات موقع استراتيجي متميز كيربط ما بين الأطلس المتوسط والكبير. مدينة تزخر بطبيعة خلابة، ويكفي هذا الشيء اللي شفناه في الطريق باش يعطيكم فكرة على هواء نقي والثروة الحيوانية الغنية. مدينة أزرو عطت المغرب العديد من القادة السياسيين والمفكرين، ورغم عدم الاعتراف بذلك فكتبقى العاصمه الحقيقيه للاطلس المتوسط. فنتمنى ان الاجواء تكون عجبتكم والتفاصيل اللي سرتها تكون فاتكم. بقوا دائما اوفياء لمتابعه القناه، وانا كنوعدكم ان المفاجات باقا جايه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادمه بحول الله.